السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في فتنة خلق القرآن تعذب عذاب شديد، ضرب وسجن وجلد. فجلاد اللي كان بيجلد الإمام أحمد كان بيجلده بقوة لأنه مأمور بده. وبعد ما الجلاد جلد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سمعوا بيذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: قال من أعان ظالما ليضحيل فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. فلما الجلاد سمع الحديث ده قام سأل الإمام أحمد بن حنبل: أتراني من أعوان الظلمة؟ كون أنا مأمور بأنه أجلدك، ممكن ربنا يحاسبني على أني من أعوان الظلمة؟ فرد عليه الإمام أحمد بن حنبل وقال له: أنت لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم. إنما أعوان الظلمة من برى له قلما وهيأ له مقعدا. ما في حاجة اسمها عبد المأمور، الكلام ده ما بيحلك بعدين، ولا المأمور نفسه بيحلك بعدين، لأن ربنا عز وجل قال لك: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، على قول نبيه صلى الله عليه وسلم. ما ينفع تجور وتظلم وتعتدي باسم السلطة على الناس، والله لو كف واحد حيقتص الله عز وجل منك، لو جلد منك واحدة ربنا عز وجل حيقتصها منك. ما في حاجة اسمها عبد المأمور. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة أرسل سرية واستعمل رجل من الأنصار، وجاء الرجل وقام أمر السرية أنهم يطيعوه، فقال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قام قال لهم: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوه، قال: أوقدوا نارا. فأوقدوها، قال: ادخلوها. فهموا خلاص حيخشوا في النار، وبعد كده بيجي الناس يقول يمسك بعضهم بعضا: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم القصة دي، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، الطاعة دي بس في المعروف. عشان كده يا مولانا الظلم ده ظلمات يوم القيامة. الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ده أمر من الله، لا تظلموا. والله دعوة واحدة بس كفيلة إن هي تدمرك، ولو كانت الشيء الوحيد اللي وصصه بيحوش والدعاء للكافر إنه يكون مظلوم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب.